وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا. اش هادشي يا با؟ اه يا مساخيط الوالدين، جلجوا الدفاشر تاني ولا داكشي اللي كان باقي ناقص؟ باقي ناقص هاد الدفاشر انتوما جلجتوه؟ واش نتوما مساخيط الوالدين ولا كتضحكوا على راسكم؟ جلجوا اللعابه ديال المنتخب ديالكم، جلجوا الصدر ديال وزير الثقافه ديالكم، بقى لكم غير الدفاشر تاهما جلجتوهم. عرفتي اش بقى ناقصكم دابا؟ اه عمي تبون تا هو جلجوه، اولا داك العمامره داك الكوستيم عنده ودي راه مكمش قول عجب دو من شي وساده وعكاس كيطوف بين الدول، اللهم ديروا له شي كوستيم تا هو جلجوه وبدلوا له داك الصباط رحفه وخليوه عاوتاني يطوف على الدول. حنا والله العظيم لا عارفينكم مكلخين، عارفينكم مكلخين، لان حنا تحديناكم تجبدوا لنا ورشات من الجزائر، ورشات لصناعه الزليج، ماشي تجيبوا لنا الفوتوكوبي يا طبع وخرج، اعطيونا الورشات اللي كتصنعوا بها الزليج في الجزائر. يا كتقولوا الزليج ديالكم راه فاقد الشيء لا يعطيه، اعطيونا الورشات كيف ما كنعطيوكم حنا. وعندكم ديروا داك الخطا اللي دار مصطفى بونيف، وياكم ديروا داك الخطا، تجيبوا ورشات ديال السيراميك وديال الفايونس، راه ماشي داك هو الزليج. كتبوا في اليوتيوب الزليج الفاسي المغربي ودخلوا شوفوا كيفاش داير، ولا بقاش في الطبيعه ديالو في الدفاشر وخرجهم. هكا تصنعوا تاريخ، هكا تصنعوا هويه، ولا نتوما ديما كتمشيو عكس التيار. حنا كنتحداوكم تجيبوا لنا الورشات، نتوما الفوتوكوبي وخرج. سمع السي تبون، سمع سمع هاد الجزائري شنو كيقول لك، سمع مزيان على ودنك. عليكم شركة اديداس تفسخ عقدها مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم شوف دخلتوا راسكم في واحد المشكلة. واش دانا ندير هذا التريكو الله ينعم الدين بابركا، بهدلتونا بهدلتونا ودرتونا ضحكة لهذوك ما يقصروا علينا. اه معكم اخويا يديروا الهراس كاع، بهدلتونا. علاش علاش بكم هذاك التريكو؟ علاش التريكو؟ حنا ما حتى الاعلام، الاعلام ديالنا نورمال مبعيد على ذاك التريكو. حنا ما عندنا تراث ديال هذاك الشيء، تعرف نفس الناس تعرفوا حنا ماشي ديالنا هذاك الشيء، بعيد علينا. ولا جاكم تليفون صيفطوا الاديداس درتوا هذيك التبديله باش ديروا المشاكل مع المغرب، اه داير بهدلتوا براسكم وبهدلتوا باديداس. والله القس خرجوا لاديداس، والله العظيم العظيم اديداس شركه عالميه ماشي ديال التمسخير. كانت ديال التريكويات بويات خضر هذاك الدنيا، قلنا هذاك هما ديالنا حنايا ولا ديال الثمانينات. شفتوا ما فيكمش كنكزتوا كنكزتوا من جايبين تريكوزات ديال عباد الله. علاش علاش والله القسم جاكم تليفون راه هذاك الزفيزي مشى مسكين هاكو هاد التصميم واش غادي ديروا لنا؟ ديروا داروا المشاكل مع الناس، ضحكوا علينا الجيران، واش راه يضحك علينا العالم؟ راه يضحك علينا هاد البي سي هاد الدنيا هاد غبلاكا هاد التلفزيون. اه خويا تحملوا الصقر، انا كجزائري ما رضاش تبهدل، انا ما رضاش لي رضا وقابل على هاد الكبرانات يدبر راسهم معاهم. انا والله ما رضاها نكذب عليكم. دولة قارة، دولة تحسب راسها كبير، قارة في الآخر يجيو يقصوا علينا جوج ديال الأشخاص الأربعة حاكميننا بالماضي اليوم سنيتو مع 300,000 أورو. علاش كاع هاد التبذير؟ وعلاش وعلاش حنا في أعز الأزمات وفي الدنيا وحنا ولكن ولكن حنا نقول لكم واحد نقول لكم واحد الحاجة، شتو قال لي هضر ما يدير، حنا نهضرو حنا غير نبربلو با 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 بصح ما نديرو والو. مي السكوتين واللي يخدمو خدامين على راسهم. حنا واش تنجيو نقولو نهضرو على الفقر؟ لا لا جماعة سمحوا لي، ولكن تبهدله ديناها اليوم سقلع مور سقلع. هذيك النهار هذاك وزير هذاك رئيس هذاك السفير ديالهم بهدلنا، زادنا هذا اليوم تبهدلنا. اوه 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 حنا سبقه مور سبقه. اوه وقفوا شويه رجليكم ابن عمي، ثبتوا شويه رجليكم وتقولوا بغينا ننظموا لاكوب دافريك باش بالشعر؟ ننظموا لاكوب دافريك بالشعر بالكذب بالشروق والنهار. هذا مكان هذا كيبقى جزائري حر، ما كيعترفش بشي حاجه ماشي ديالو، ماشي ديالي ماشي ديالي. وهذا دابا عاد قال الجزائريين الاغلبيه كينتقدوه، علاش؟ لانه قال كلام الحق. واحد الحاجه ماشي ديالي ماشي ديالي، والانسان هو اللي كيخدم في السكات. المغرب اللي عنده الزليج معترف به في اليونسكو ما عمره خرجوا ولا داروا في دفاتشر ولا داروا في تونيات ولا لا. انت القميص ديالك ما كتصنعوش في البلاد ديالك، كيتصنع في المغرب. خاصك على الزليج تلصقوا على القميص، اش خصك العريان؟ خصني خاتمه مولاي. وهاد الخرجات كامله باش يلهيو الشعب، باش خليهم قابل المغرب. هما دوزوا الضربه مع الحب ديالهم الابدي فرنسا. ماكرون اللي تسناو يعتذر منهم ممنوع الاعتذار وجد الغاز في الوسط ديال البلاد ديالهم وسط الشعب الجزائري، وحتى شي واحد ما تكلم حتى واحد ما هضر. وهما مقابل المغرب اللي الزليج ديالو معترف به في اليونسكو، لا ديالنا وتراث ديالنا وتاريخ ديالنا. لا حول ولا قوه الا بالله. هنا غادي نشوفوا واحد الهجوم اللي داروه على الاستاذ ديالنا لا سعيد ابرنوس، ولكن خرج اليوم برد ليا قلبي. انا بعدا الف تحيه للسي سعيد ابرنوس اللي عطاهم على شي دورو وكل حاجه كتحط بالدليل ديالها. فنخليكم مع الاستاذ المتميز سعيد ابرنوس. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا باللايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. ايوه بن عمير هاد الهكاويين والله العظيم الا غيتسنى مصيبه.
مصيبه. كتبغي دير شي فيديو مبدل، كتبغي تهضر على شي حاجه واقعه في البلاد، كتبغي دير شي حاجه بحال هاد الصباح. قلت انا نوع، انا نتنزع على هذيك اللي قالت لهم انا نور منور او هما والو اخي في التعليقات، يعني ذاك الموضوع ديالهم سبتو من ليبيا والتطبيع واسرائيل وكذا. واش كتقلبوا على خضر على خليه نضربكم ولا؟ اصاحبي يا صاحبي راه ما يمكنش تكوني تسمى عندك العقل كتكلم على شي حاجه سميتها التطبيع مع اسرائيل، ياك تستنكره انت مزيان ويستنكره اخرون مزيان. وكيفاش انت الدوله ديالك الشعب ديالك الجزائر كامله مطبعه مع وحده قاتله 1,500,000 واحد من جدودك، والجماجم نتاعهم مازالين في فرنسا، والمهاجرين والحراقين الى فرنسا بالملايين هكا، اش كتسمي انت هاد القضيه هادي؟ فين هي هذاك الشيء ديال النيف والكرامه وحنا ما نرضاوش وما نطبعوش معاك داك دا. بهاد اللوجيك هذا حنا اسرائيل وشنو دارت للمغرب؟ وشنو دارت للمغرب؟ غتقول لي فلسطين، غنقول لك واش دارت اسرائيل في فلسطين قد ما دارت فرنسا فيك انت وفي العائله ديالك وفي الجدود ديالك وفي الدوله ديالك وفي الشعب ديالك. وانت مطبع وتمشي وتجي وتبوس الكتفان لماكرون وتمشي تخدم ودير الفيزا و... ها؟ ويمكن كاع تعايرني من تما من فرنسا تعايرني انا هنا في المروك. اشرح لي هذا اللوجيك هذا، غانا بغيت نفهمه. ماذا تسمي كونك يعني مازال ماشي غير حاضر راسك انت كنظام جزائري؟ مازال فرنسا تعش عيش، مازال فرنسا كتحكم. أيمن عبد الرحمن قالها بصريح العبارة، العلاقة مع فرنسا لم تفتر أبدا رغم الشعارات ديال كدا وجيب السفير. جبتو السفير وكتستناو الاعتذار وما وقعش الاعتذار ورديتو السفير، فينا هي النيف؟ فينا هي النخوة؟ فينا هي؟ إذا سكت صاحبي، هضر شي حاجة أخرى، ما تبقاش تلعب فيها أنا كدا أنا كدا، ما تبقاش تلعب فيها أنا ما نرضاش. لأن الكرامة بهذا اللوجيك هذا مع فرنسا راه 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 في الحضيض. ما تبقاش تعاير الدول الأخرى وتبقى تلعب فيها شي كورة صاحبي، هاد الشيء كتقلب عليه. أنا ما بغيتش نجبدو وما بغيتش نهضر فيه وما بغيتش نعطيك هذا النوع نتاع ضربة تحت الحساب. هضرة جوج يقول لك الدعارة والسياحة والجنسية. إيوا شوف لي يا أخويا شمس الدين ديالكم كيقول 85,000 لاقيط في الجزائر، واش كتعتبروا راسكم انتم دولة فضلة ولا داكشي ديال المدينة الفاضلة ولا؟ واش منكم كتفرق الإسلام والإيمان والأخلاق والتربية ولا؟ واش انتم مجتمع بدون أخطاء؟ مجتمع بدون نقائص؟ واش انتم مجتمع بدون رذائل؟ بدون محرمات؟ بزاف أصاحبي بزاف. هذاك بو خرطيطه ديال هوني في تما داو كيجي كيجلس هكدا وكيهضر جوج يقول الدعاره والسياحه الجنسيه، الدعاره السياحه الجنسيه. كاين شي بلاد ما فيهاش الدعاره غير الغبي، الدعاره اقدم مهنه في التاريخ الغبي. الدعاره وككل الرذائل موجوده في جميع الدول بمن فيها الدول اللي يفترض ان ما خصهاش تكون تما كاع. وانتم النخوه على الاخوه الزلط والتفرعين، العدد ديال المنازل مرخصة عندكم، دعارة مرخصة 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 يعني قانونية، وتجي تبندط وتحسب راسك انت هو يعني خالد بن الوليد، استغفر الله، انت هو ما نعرف. الجزائر كنعرفو مزيان شنو فيها، غير صاحبي فيها جميع الأمراض الاجتماعية اللي كاينة في باقي الدول. طيح للأرض، طيح للأرض صاحبي. الا تهضر في البوليتيك هضر لي في البوليتيك، تهضر في الدبلوماسيه هضر في الدبلوماسيه، تهضر في داك الشيء ديال النظام هضر في القضيه ديال النظام. اما تمشي تبقى تسب الشعوب حتى انا غادي نجبد لك المسار من ابن عمي. هذاك الوالد ديال وهران البارح مشى تلقى لهما ودي، شاف داك الكارلاج عاود ديال الزليج اللي داروا في التوني ديال الجزائر، التوني ديال المنتخب، شافوا في شي معمل مشاو كيستغلوا المسخط هذوك الشركات كيديروا بحالو مزيان الله يعاون. قال لهم هذا الزليج هذا ديالنا وخداوه، خداوه لينا
وحنا كنصنعوه. كتصنع الكارلاج. إذا أنت تعترف أن من يصنع شيئا فهو له. أنت تصنع الكارلاج إنه لك، ونحن نصنع الزليج إذا فهو لنا. أسل والد وهرى. ما تعرفوش تهضروا وصاحبي، ما تعرفوش ترافعوا على مسائل ديالكم، وكتبغيو تلعبوا فيها كبارين. والمغرب فيه الفقر، والمغرب فيه الناس كتموت بالجوع. خليونا ترانكيل صاحبي، راه ما توصلش للمستوى ديال ان دوله قد الجزائر بالفلوس اللي عندها ومازال عاد الطوابير صاحبي. ها هو رئيس الوزراء مع الرئيس نتاع الدوله اليوم دايرين اجتماع عندكم. علاش؟ على المشكل نتاع الزيت ونتاع السميده ونتاع سميتو عليه ونتاع الطوموبيلات. واش صاحبي حين يصبح تسمى قرار ديال استيراد السيارات انجازا في الجزائر احتفل فيه بالشعب الجزائري كامل مسكين فرحان. قرار ديال استيراد في السيارات، واش كاينه في شي دوله؟ واش كاينه شي دوله في العالم عندها هذه القضيه ديال منع استيراد السيارات باستثناء كوريا الشماليه؟ وكتلعبوا فيها عندكم نظام، وكتلعبوا فيها عندكم دوله، وكتلعبوا فيها عندكم رئيس وعندكم مؤسسات، والادهى من كل هذا وذا كتفوحوا على واحد اخرين. عندك مشكل غير مع الغبره نتاع الحليب، مازال عندكم الحليب كيتباع غبره. ما كايناش في شي دوله هذه يا صاحبي، ما كايناش في شي دوله الحليب اللي كيتباع غبره. كاين الحليب غبره، ولكن الحليب الاخر حليب حقيقي. جميع الدول عندها حليب حقيقي زائد الحليب نتاع الغبره، اللي بغى يشرب شي حاجه يشربها. السوق متنوعه. في الجزائر عندكم كلشي ديال الغبره، واخا هذاك الحليب ديال كونديا. وكونديا اللي كتباع فرنسا لا علاقه لها مع كونديا اللي كيبيعوا لكم. وتجي تفوح عليا وتجبدني وتقلب على تنقي لك ودنيك. ملي نكون ندير شي فيديو صاحبي على التنميه البشريه ولا على شي حاجه في المغرب، انتم ضربوا الطن، ما تجبدونيش. راه غادي نولي واش كياكلكم ظهركم ولا؟ واش كتقلبوا على تسمى ما كترتاحوش ياك؟ ما كترتاحوش؟ خص اللي تسمى يستفزكم. يا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحليب في فرنسا صاحبي ديال كونديا كتشوف المحتويات ديالو وكتقارنها مع المحتويات ديال الحليب نتاع كونديا في الجزائر، كتبقى حيران. كتقول شوف على دولة وشنو كتشرب للشعب نتاعها، وماشي للشعب تسمى الشعبي، الشعب اللي زعما لاباس عليه شوية. هذا كونديا اللي كتسوى 1000 فرنك، دابا بالنسبة لهم 1000 فرنك راه ديال الغني. حنا الحليب العادي كيدير 1000 فرنك. يطرو العادي كيدير 7 دراهم، ويطرو هكذاك المبستر ولا ما عرفتش كيتسمى هذاك اللي يو اش تي 1000 فرنك، يعني عادي جدا كيشربوه الجميع. الجميع كيشرب هذاك المعقم ديال يو اش تي. وانتم ما عندكم هذاك وبالغبرة وكتحسبوه الأغنياء، وكتجي تفوح عليا وتقول لي نديروا مقارنات. خليونا صاحبي خليونا، حنا المغرب ديالنا فيه المشاكل، فيه الصعوبات، فيه الروينه، فيه الرذائل، فيه الممنوعات، فيه المحرمات، فيه بزاف د الحوايج خايبين. كنقولوها صاحبي، ماشي بحالكم انتم كتبغيو تبانوا انتم واعرين وانتم حتى وزاف. ايوا هاي بسلامه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش مخرج عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.